باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أخوتي أخواتي الأحبة، نحن بالأسبوع الرابع من زمن الصليب، والكنيسة بتوضع لنا إنجيل العبد الأمين والعبد الخائن. مربولوس بيقول بالرسالة اللي بتقابل الإنجيل: نحن أبناء النور ولسنا أبناء الظلمة. هذا النور نحن بننطلق من المسيح اللي بيقول عن حاله: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. كمان يسوع بيقول عنا: أنتوا نور العالم. مش ممكن سراج يضاء ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة ليضيء لجميع الناس. كمان المعمودية عنا نحن بنسميها سر الاستنارة، لأنه كل إنسان معمد ينال الروح القدس، يتلقى كلمة الله، يستنير بالروح القدس وبكلمة الله مثل ما بيقول القديس يوستينوس. ولكن نحن عنا تجاذب دائما بين أنه نعيش النور ونعيش الظلمة. والبابا فرانسيس بيعطي ثلاث كلمات بيقول هودي إذا نحن عم نعيشهم بنكون من أبناء الظلمة. أول كلمة بيسميه كلام منافق، يعني الناس اللي بتحكي وجهين، يلي يسوع بيسميهن المراؤون. وهودي بيبقى عندهم شيء اسمه التدين الظاهر، هن متدينين بالظاهر ولكن بالعمق هن بيكرهوا، هن بيحسدوا، هن بيعملوا كل أنواع الخطايا. والكلمة الثانية بيسميه كلام فارغ، كلام ما قاله معنى، كلام بيضيع الناس، كلام ما قاله أساس، ما هو موجود أبدا، وبيتجاهل شيء اسمه مشيئة الله. وثالث نوع من الكلام بيقول عنه البابا كلام كذر، أو كلام بيسميه بذيء، اللي هو نتيجة الحكي البذيء اليوم اللي ما في نوع أي نوع من الحشمة عم نحكيه. وبرسالته افرح وابتهج بيقول منا نبتعد عن الضحك المشين، الضحك اللي هو نتيجة هذه الأخبار التي تدل أنه ما في حشمة عند الإنسان. ومربولوس بيقول بمكان الأشياء الدنسة مش بس ما تعملوها أنتوا جماعة القديسين، ما تلفظوها وما تكون بيناتكم حتى بالحكي. بأخوتي أخواتي الأحبة، نحن اليوم بدنا نتذكر أنه نلنا هذا النور في المعمودية، هذا النور تيضل موجود، بدنا ننفت على كلمة الله، ننفت على نعمة الله، حتى كل أعمالنا نقوم فيها تكون محبة ملموسة لخدمة الآخرين نحن اللي ربنا وكلنا عليهم، حتى من خلالهم نوصل للحياة الأبدية. آمين.